السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخواني اشرح لكم طريقة قفل الملاحظات برقم سري في جهاز الايفون. قبل ابدا بالشرح اتمنى من الجميع الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. طريقة بسيطة جدا، ندخل على الاعدادات من هنا ونروح على الملاحظات من هنا، تطلع لك مجموعة خيارات من ضمنها كلمة السر. ندخل على كلمة السر من هنا، يقول لك سجل كلمة السر اللي تبيها عشان تقفل فيها الملاحظات. كمثال أبغى أضغط 1 2 1 2، وتحت هنا يقولك تحقق تعيد الرقم السري مرة ثانية 1 2 1 2. بعد كذا نضغط على تم. هنا يقولك استخدام تاتش اي دي، يعني البصمة، إذا تبي تفعلها خلها شغالة من هنا، إذا تبي تقفلها يعني برقم سري فقط براحتك. على كل حال نضغط تم من هنا ونروح على الملاحظات. كمثال هذه الملاحظات عندي أنا 9 ملاحظات. طبعا لكل شخص له خصوصية، يعني أرقام بنكية، الكلمات المرور، أشياء خاصة فيه من حقه يحتفظ فيها، ما يبغى أحد يشوفها. طيب أنا أبغى أحتفظ بهذه الملاحظة الأولى، ما أبغى أحد يشوفها. في خيارين، الخيار الأول مجرد ما تسحب من اليسار إلى اليمين تطلع لك مجموعة خيارات، الحذف، الملفات، القفل. احنا نبغى قفل الحساب، تقدر تضغط من هنا وتتقفل هذه الملاحظة، أو تدخل على الملاحظة نفسها ويطلع لك السهم فوق من هنا، تضغط على السهم من هنا تطلع لك مجموعة خيارات من هنا من تحت. يقول لك البحث في الملاحظة، مجموعة خيارات، اضغط على قفل الملاحظة وراح تلاحظون إن راح يتم قفل الملاحظة. يقول لك ادخل كلمة السر لقفل هذه الملاحظة زي ما قلنا 1 2 1 2، ونضغط على موافق من هنا. بعد كذا خلاص تم قفل الملاحظة، وزي ما تلاحظون فوق في علامة قفل أو أيقونة قفل. طيب أنا بطلع وبدخل ثاني مرة، مجرد ما أضغط على الملاحظات من هنا هذه الملاحظة مغلقة، أبقى أدخل عليها ما أقدر أشوف محتوى الملاحظة. يقولك هذه الملاحظة مقفلة، عرض الملاحظة يعني عشان تفتحها تضغط من هنا أو تضغط على أيقونة القفل براحتك. نضغط على عرض الملاحظة من هنا يطلب منك البصمة أو إدخال كلمة المرور، كلمة السر. ندخل على كلمة السر ونسجل كلمة السر 1 2 1 2، نضغط موافق. زي ما تشوفون افتحت معي الملاحظة. طيب أنا أبغى ألغي القفل هذا، ما أبغى يعني خاصة فيني، أبغى أفتح الملاحظة. في خيارات، يعني مجرد ما تضغط من هنا تضغط على إلغاء القفل من هنا، أو تروح على الملاحظة نفسها وتضغط على السهم من هنا وتطلع لك الخيارات إزالة القفل. بعد كذا يقولك تم إزالة القفل. لما ترجع من هنا نشوف خلاص ما في قفل. طيب أنا أبغى ألغي الرقم السري نهائيا، ما ابغى احد يقفل على اي ملاحظه او واحد يتعبث بهذا الشيء. ادخل على الملاحظات من جديد واضغط على كلمه السر من هنا واضغط اعاده تعيين كلمه السر. مجرد ما اضغط عليها يطلب منك الرمز حق قفل الشاشه. بعد كذا اعاده تعيين، ما راح يلمسح اي شيء بالملاحظات ولا اي ملاحظة راح تروح عليك. يقول لك ادخل كلمة السر اذا تبي كلمة سر جديدة، اضغط على الغاء من هنا، وبكذا خلاص انت الغيت الرقم السري وما حد يقدر يقفل الملاحظات. اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة وفي امان الله.